لكن زي ما قلت لكم مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه ايضا شريط رائع جدا من الاحداث، محتاج حلقات ومحتاج ساعات طويله جدا عشان نحكي لكم اجمل ما فيه وابرز ما فيه. لكن عايز اقول لكم المفاجاه بقى، انتوا عارفين المهندس عدلي ملوش في الماتشات، ملوش في الماتشات الحيه، الماتشات اللي على الهوا، يعني في البيت بيستخبى، تيجي المباراه يقفل كل حاجه وينزوي. ان شاء الله الاهلي لو بيلعب مع مصنع 36 اعصابه ما بتقدرش تستحمل يشوف مباراه. فالراجل مسجل، راجل مش لايف ابدا طبعا. واحنا هناك انا يعني خلاص هقول لكم اللي حصل واللي واحنا هناك قاعد في الاوضه في الماتشين الاولانيين، طبعا مستحيل يستحمل الاهلي والدحيل، لان الناس قالت وزادت وعادت، والدحيل ده الاشكيف المخيف اللي فيه ما اعرفش مين وجايب لعيبه ب 60,000 مليون، كلام يخض. رجعنا له كان بدا يفتح التلفزيون يشوفها النتيجه ايه. اللي خاف من الدحيل مش هيتفرج على الاهلي وبايرن ميونخ. وش كلمه واحده، انا توقعنا انه لا ده في بايرن ميونخ هيقطع النور على الاوضه، مش هيقطع مش هيقفل التلفزيون. بس جينا للمباراه الاخيره قلت له يعني هتروح من غير ما تشوف ملاعب كاس العالم؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني برضه ايه، عارفين جر الرجل واحده واحده. قلت له ما انت ممكن تيجي معانا بس ما تتفرجش على الماتش. قال لي يا سلام. قلت له ما هو في صالون بتاع الفي اي بي ملحق بالمقصوره، تقدر تصلي وتقعد بعيد وما تتفرجش على المباراه، بس تبقى شفت الاستاد وعشت اللحظه وشفت الجمهور، ويعني واول ما الحكم قبل ما يصفر خش العزله بقى ولا الفقاعه البعيده دي. عمل كده الناس فوجئت، اعضاء البعثه كلهم فوجئوا ان المهندس عدلي نازل رايح معانا الملعب. قال لك هي دي المفاجاه اللي بيتسو موسيماني عاملها لبالميراس، ان انا فجاه هكون موجود في الملعب. كل البعثه استغربت، ايه ده انت جاي المباراه الاخيره المهمه؟ اه بس طبعا كان مرتب معايا انه مش هيتفرج ومتفقين على ركن بعيد هيستخبى فيه. ايه اللي حصل فجاه؟ خدت حبوب الشجاعه كتير. اللي حصل فجاه ان انا اقول طبعا رحت وشفت الجمهور والناس وتفاعلها وتجاوبها. حضرت الشوط الاول بالكامل. انا عمال ابص عليك. الشوط الثاني على الجسارة دي لحد ما جه جون اجايه وسمعت الهيصه فدخلت ابص وما خرجتش بقى بعدين. لا اتلغى الجون. اللي عامل نفسه شجاع ده بيقول لكم عدلي وبيستخبى، لما جاب ضربات الجزاء انا اتفرجت عليها لايف. هو بقى استخبى. انت حريه، انا قلت لك لا انا ماليش. خلاص بقى، ما هو انا اتجريت، ما اقدرش يعني هقعد بقى اسمع الهيصه وانا مش عارف ايه اللي بيحصل. فقررت ان انا خلاص هتفرج وباذن الله ربنا حيين. قول لي بقى، خلي بالك اللي شجعني ان انا اتفرج على المباراه ان انا حسيت ان فرقتنا كويسه وراكبه الماتش وهي صاحبه الفرص وواخده الفريق اللي قدامها زي ما انا كنت اتمنى. لما كنت بقول لك في التحليل قبليها عايزين ناخد الفرق في الايقاع بتاعنا واسلوبنا احنا، تفرض شخصيتك انت، وده اللي حصل. الحقيقه المباراه مشت على الوتيره دي، بس انا طبعا اتضايقت لما الجون اتلغى. طب قول لي دي اول مباراه تشوفها للاهلي من الاستاد من امتى؟ من امتى؟ من كايزر تشيفز. كايزر تشيفز لقب السوبر. 2001. انا كايزر تشيفز اول ماتش حرفيا كانت 2002 مع مانويل جوزيه، اخد اسرتي واروح سينما. يوم ايه؟ يوم كايزر تشيفز. مش هتفرج ومش عايز اسمع حاجه. وكنت في مدينه نصر. خرجنا الفيلم خلص بدري. اوبا فاضل. شربت المقلب؟ لا ما شربتش بقى المقلب. ايه اللي حصل؟ لقيت النتيجه كبيره. ايه يا جماعه 4-1؟ معقوله الكلام ده؟ اروح راكب تاكس، حتى ما رضيتش اروح بالعربيه، قلت لهم روحوا انتوا، وطاير على الاستاد. وحضرت بقى اخر دقائق الاحتفاليه. بس حضرت وانت مطمن. وانا حضرت بقى، انما بالميراس انت رايح وانت عمال تعمل كده. انا اللي وداني اجري كمان،
ده بيقولوا عصام الحضري جاب جون. فقلت الحق اجيب انا جون. لا يعني عايز افهم جه ازاي الجون ده. ايوه انت راح تجيب جون انت راح. يعني قلت لهم يعني ضرب الجزاء قالوا لي لا ده من الجون للجون. فدي فطبعا لكن انا ابتدت ازاي بقى ان انا اروح الماتش. لا حضرت ماتشين ثلاثه بعديها لحد ماتش اتحاد السكندري اللي كنا مغلوبين فيه اثنين ولا دي كانت في الفتره الاولانيه. لا هي الفتره بتاعت ماكي ثاني مره. ثاني مره مانويل. ثاني مره في مرحله مانويل. وانا خارج وانت قاعد في البتاع يا كابتن عادل ايه ده يا كابتن عادل حرام عليك يا كابتن عادل اول ما كسبنا الله ينور الله ينور انت قاعد والناس مش سايباك تتفرج. طب وانا خارج وانا خارج خدت قراري بقى لما واللي قايم في ده واللي قايم في ده قلت لا بقى بس بالمراس جت رجلك فالمراس بقى ما قلت هو انت ما جيتش انت ما جيتش بطوله العالم الانديه معقوله وكويس ان انا رحت الحقيقه يا جماعه لان شفت الختام وشفت التتويج وشفت الفاير بلاي وشفت يعني كان يوم جميل. امتى اللحظه اللي انت فرحت فيها بالاهلي قوي؟ هديت شويه من الاداء لكن طبعا كنت قلقان جدا من ضربات الجزاء لكن البدايات ان هم بيضيعوا قبلينا فبرضو لحد بقى العظيم الشناوي وهو واقف انا شايفك واحنا في الصالون بعد الماتش حيته قوي. ليه بقى؟ لان الاول مره اشوف جون يرقص المدافع من غير ما يتحرك. يعني هو اتنين لعيبه اللي صدهم بيروحوا له يمين يروحوا له شمال يدبدبوا هو واقف احتروا فيه اول ما اتحركوا